سيد محمد العربي زيتوت، يعني أنت دبلوماسي جزائري سابق، الجزائر الرسمية ما زالت تحذر من خطورة تدخل عسكري شمال دولة مالي. يعني قبل الحديث عن الموقف الجزائري وموقف النظام الجزائري، يعني هل تدخل عسكري في هذه المنطقة بإمكانه أن يقضي على ما يسمى خطر تهديد تنظيم القاعدة؟ باختصار بسيط، لا أعتقد ذلك إطلاقا. أولا لأن هذا الخطر المزعوم في الحقيقة فيه تهويل كبير جدا، ليس كما يقال. يعني المنطقة ليست بهذه الخطورة، والقاعدة ليست بهذه الخطورة، وليست بهذه العدة والعدد هناك في هذه المنطقة وفي غيرها في الحقيقة في الجزائر. الأمر الثاني هو أنه في صحراء، في الحقيقة أن هذا التدخل هو في حد ذاته سيخلق عدم استقرار وسيجلب عدد كبير من المسلمين للقتال، لأنهم سيعتبرون آنذاك أنه قتال مقدس، لأن الأجنبي أو الصليبي أو الغربي سميه كما تشاء جاء لأراضيه أو جاء لأراضي المسلمين. أعتقد أن التدخل بالفعل ما سيقوم به هو أنه سيوتر المنطقة بشكل كبير وسيدفع بكوارث حقيقية لسكان المنطقة، وهم أصلا هذه المنطقة من بين أفقر مناطق العالم على الإطلاق. نعم سيد محمد العربي، يعني الجزائر، موقف الجزائر كان في الأول معارض للتدخل العسكري، ثم وافقوا على التدخل العسكري، وهم الآن يقولون بأنهم لا يريدون التدخل مباشرة. يعني هل حقيقة الجزائر ربما تخشى من الخطاب الذي تروج له، وهو خطاب أن الغرب يريد أن ينشئ قاعدة في دولة مالي ربما لتهديد مصالحها واستنزاف مصالحها؟ ما تقييمكم للدبلوماسية الجزائرية خاصة فيما يخص المسألة دولة مالي؟ أنا في الواقع لن أسميه موقف الجزائر، بل أسميه موقف النظام الجزائري، لأنه في الحقيقة الجزائر مغيبة. الجزائر كأحزاب، كتنظيمات، كمنظمات مجتمع مدني، كشعب، كمجتمع مغيب عن اتخاذ أي قرار، فما بالك بقرارات مثل هذه القرارات. الموقف، موقف النظام الجزائري، هو موقف متناقض لأنه ومتصادم في حقيقة. ليس هناك موقف، هناك موقفان داخل النظام الجزائري. في البداية كان هناك اعتراض كامل على موضوع التدخل، ثم اتضح أن هناك من يعترض وما زال يعترض، وهؤلاء هم جناح المخابرات والمقربين منهم، وهناك من يبارك بشكل أو بآخر، وهؤلاء هم جناح بوتفليقة. هناك صدام قوي بين الجناحين، ويبدو أن جناح بوتفليقة، جناح الرئاسة، قد اقتنع من أن هذه فرصته لإضعاف الجناح الثاني ولإخراجه ربما من السلطة، وعلى الأقل إضعافه مع التصادم. وردت المخابرات في الحقيقة بسرعة على هذا الموقف بإخراجها ملفات رشوة طالت مقربين جدا من بوتفليقة، بما فيهم وزير السابق للطرقات، والذي أدى، قيل أنه أكثر من مليار دولار قد نهبت في أيامه. نعم. المهم ما أريد أن أقوله أن ليس هناك موقف واحد، هناك أكثر من موقف. هذا يؤدي إلى ضعف الموقف الجزائري، وأيضا الموقف عموما لدى الشعب أو لدى الرأي العام هو أن هناك غضب شديد، لأنها اتضح أن الجزائر وقفت أو قالت أنها تقف ضد الغرب في ليبيا، ولم تساعد شعب كان يذبحه القذافي، الشعب الليبي، بدعوى أن التدخل الغربي والتدخل الخارجي. الآن هناك من هو داخل النظام الجزائري يبارك هذا التدخل، بل أن هناك مراكز ومكاتب للمخابرات الدولية، خاصة المخابرات الأمريكية وأيضا الفرنسية والإسبانية والبريطانية، وهي علنية، قد أعلن ذلك وزير الداخلية السابق. أيضا نعرف أن هناك تعاون قوي جدا مع الحلف الأطلسي، حتى أن جورج بوش قال أكثر من مرة من أن الجزائر هي واحدة من أكثر الدول الحليفة لأمريكا خارج الحلف الأطلسي. نعم. ربما سؤالي الأخير سيد محمد العربي زيتوت، يعني المثل يقول رب ضارة نافعة، أنتم كمعارضة وربما لجمعيات المجتمع المدني وليبما لمن يحاولون أن يغيروا شيئا في النظام الجزائري، هل هذا التهافت الغربي من الممكن أن يكون ربما ذا نفع على الجزائر، مثلا أن يدفع النظام إلى تغيير بعض الأشياء، أو ربما قد يحدث بعض الانفتاح داخليا؟ هو الواضح أن هناك غضب شديد، لن يحدث أي انفتاح. الثورات العربية والربع العربي ولم تؤثر ولم تحدث أي انفتاح لدى النظام. نظام قال أنه سيقوم بإصلاحات، لكن التغييرات التي قدمها كانت أسوأ من الواقع السابق. للأسف النظام هناك لكي يبقى ويبقي على السلطة وعلى السلطان وعلى المصالح، لكن الواضح أن هناك غضب شديد داخل الشعب الجزائري، ولكن أيضا وهذا مهم جدا وربما قد يكون لأول مرة، هناك غضب شديد داخل الجيش، وهذا في حد ذاته أحد أهم المتغيرات الآن
يبدو أن هذه القضية قضية مالي قد تكون ربما إن لم تكن هي آخر مسمار في نعش هذا النظام، قد تكون واحدة من أكثر القضايا التي ستساهم وتسرع بإسقاطه. نعم، سيد محمد العربي زيتوت الدبلوماسي الجزائري الأسبق ومؤسس أحد مؤسسي حركة رشاد المعارضة، شكرا جزيلا لكم. تحياتي لك، بارك الله فيك.